أهلا بكم. في السادس من كانون الثاني، الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي على يد عدد من ضباط النخبة العراقيين عام 1921، ليكون بعد ذلك أحد أبرز وأهم جيوش المنطقة، فكان مدافعا عن استقلال العراق وسيادته وكرامة أبنائه، ومدافعا عن قضايا الأمة ومنها قضية فلسطين، إلا أنه تم حله بعد احتلال العراق عام 2003، فاستبدل بخليط غير متجانس من ميليشيات طائفية بقرار من الاحتلال الأمريكي، وبحسب وصف خبراء عسكريين ومؤسسات وطنية عراقية، إن هذا الجيش الحالي هو فاقد لكل معاني الجيوش ومقوماتها، وأن إطلاق وصف الجيش العراقي على الميليشيات الموجودة في العراق يعد زوراً وبهتاناً، وذلك بحسب بيان لهيئة علماء المسلمين في العراق بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي. رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي له تصريح سابق يقول فيه: لم يتبقى شيء اسمه جيش العراق. ضباط سابقون في الجيش العراقي يرون أن الأحزاب التي جاء بها المحتل الأمريكي والمحتل الإيراني أسست جيشاً آخر يقوم على الطائفية ويستقطب الميليشيات وينخره الفساد المالي والإداري من كل جانب، وهو الذي يعتبر أداة للمناطقية والطائفية والمحاصصة بدلاً من أن يكون درع الوطن المدافع عن كل أبنائه. بينما يجري الحرس الثوري مناورات عسكرية مشتركة مع ميليشيات الحشد التي تمتلك قوة ونفوذا يفوق قوة الجيش الحالي وتسليحه بكثير، والتي قادتها قاتلوا ضد الجيش العراقي مع الجانب الإيراني في الحرب الإيرانية العراقية. إذن هل يحق لمن حل الجيش العراقي الاحتفال بذكرى تأسيسه؟ أليس من باركوا ذكرى تأسيس الجيش العراقي هم أنفسهم من كانوا يقاتلونه في الثمانينيات؟ وما دلالات قيام ميليشيا الحشد بمناورات عسكرية مع الحرس الثوري الإيراني في ذكرى تأسيس الجيش العراقي؟ نسلط الضوء اليوم على ذكرى تأسيس الجيش العراقي الثالثة بعد المئة وتداعيات حل الجيش العراقي بعد احتلال العراق. وضيوفي في هذه الحلقة هم الأستاذ حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. مرحبا بك أستاذ حاتم. حياكم الله شعلي قناة رافدين. أهلا بكم أستاذ. وأيضا أرحب بالأستاذ الدكتور عبد السلام ياسين السعدي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك دكتور عبد السلام. أهلا وسهلا أخ سمير، حياكم الله. حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. في السادس من كانون الثاني عام 1921، وضعت اللبنة الأولى لتأسيس الجيش العراقي على يد عدد من ضباط النخبة العراقيين، ليصبح فيما بعد واحدا من أبرز وأقدم جيوش المنطقة والعالم، إلى أن اتخذت قوات الاحتلال الأمريكي قرار حل الجيش العراقي الذي كان قراراً خاطئاً 100%، وفقاً لرئيس أركان الجيش السابق عثمان الغانمي. تداعيات حل الجيش واستبداله بخليط غير متجانس من ميليشيات طائفية وعناصر إجرامية بقرار من الاحتلال الأمريكي عام 2003 مستمرة على العراق والمنطقة، بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي أكدت على ضرورة تغيير الواقع الشاذ الذي يعيشه العراقيون وإبطال طغيان النظام السياسي، مبينة أن الجيش العراقي كان مدافعاً عن استقلال العراق وسيادته، ومدافعاً عن قضايا الأمة ومنها فلسطين، إلا أنه اليوم أصبح فاقداً لكل معاني الجيوش ومقوماتها، وأن إطلاق وصف الجيش العراقي عليه يعد زوراً وبهتاناً.
الأحزاب الفاسدة التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي أضعفت الجيش وساعدت في حله، وأسست جيشاً آخر يقوم على الطائفية ويستقطب الميليشيات ونشر الفساد داخل المؤسسة العسكرية، حتى أصبح الجيش يمثل تجارة رابحة لكبار الضباط والعسكريين. فيما أعيد استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق بتأسيس ميليشيا الحشد التي تمتلك قوة ونفوذا يفوق قوة الجيش وتسليحه بكثير، فيما أقر رئيس أركان الجيش السابق عثمان الغانمي أن تأسيس قوات الجيش بعد العام 2003 كان على الأسس الطائفية والمناطقية والمحاصصة. رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي قال إنه لم يتبقى شيء اسمه الجيش العراقي، مبيناً أن العراق يفتقر لجيش قوي قادر على رد الضربات التي تستهدف البلاد، وأن الجيش الحالي أصبح عبارة عن جماعات مسلحة. فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي ياسر وتوت إن العراق متأخر في مواكبة التطور العسكري مقارنة بدول الجوار، وإنه يحتاج الكثير من المعدات والأسلحة الحديثة من أجل تعزيز قدراته. الأحزاب والميليشيات التي تهتف بأنها هي الدولة وهي من ذرفت الدماء من أجل الوطن تحتفل بيوم تأسيس الجيش الذي قاتلته في الحرب الإيرانية العراقية وأضعفته حتى لم يعد سوراً للوطن كما كان بعد مرور أكثر من قرن على تأسيسه، في وقت أجرت قوات الباسيج البحري التابعة للحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية مشتركة مع ميليشيا الحشد متجاهلة الجيش الذي يقوم عادة بمثل هذه المهام. أبدأ معك أستاذ حاتم الفلاحي. أستاذ حاتم، يعني الجيش العراقي له دور وطني وإقليمي، نستذكر هذا الدور في الذكرى 103 لتأسيس الجيش العراقي عام 1921. تم حل هذا الجيش، يدفعنا للتساؤل، أسئلة كثيرة تدور في خلد الكثير من العراقيين والعرب، لماذا الجيش العراقي تحديدا استهدف وتم حله؟ ما يدفعنا إلى الجذور التاريخية والدور الإقليمي والوطني الكبير وأهمية هذا الجيش. نعم، تحية لك مرة ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. نعم، حقيقة بداية دعني أقول تحية إجلال وإكبار لهذا الجيش الذي سطر أروع الملاحم وسطر تاريخا مليئا بالبطولات والشجاعة في الدفاع عن العراق وعن قضايا الأمة في حروب متعددة، بدءا من عام 1948 إلى حرب 67 إلى حرب 1973 وإلى الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت لمدة 8 سنوات، ثم بعد ذلك إلى الحروب التي انتهت في عام 2003. هذا الجيش كان له دور كبير جدا في الوقوف مع قضايا الأمة وخاصة القضية المركزية اللي هي القضية الفلسطينية. عندما نتكلم عن الجيش العراقي فنحن نتكلم عن القاعدة الصلبة والقدرة العالية التي كانت نستطيع أن نقول بأنها من موازين القوى في المنطقة وفي موازين القوى الإقليمية، التي عندما انهارت في عام 2003 رأينا كيف حصل وما حصل في هذه المنطقة، بحيث أصبحت الآن 4 عواصم عربية تحت سيطرة الإمبراطورية الفارسية الجديدة التي يقودها الملالي في طهران. وبالتالي نحن نتكلم حقيقة عن جيش كان له دور كبير جدا في الوقوف بوجه المخططات الصهيونية والأمريكية والإيرانية في المنطقة، وهذا يعطينا السبب الرئيسي في استهداف هذا الجيش بسبب مواقفه الوطنية ومواقفه القومية من القضايا العربية والقضايا الإسلامية. هذا الأمر جعله يدخل في دائرة الاستهداف السياسي والعسكري منذ فترة طويلة، خصوصا وأن هذا الجيش شارك في جميع الحروب التي جرت مع الكيان الصهيوني، علما بأنه ليس من دول الطوق وليس من دول المواجهة، ولكن هذا الجيش كان جيش وطني وكان جيش قومي
يعتد بعربيته وبإسلاميته وبقوميته وبوطنيته، وبذلك هو شارك في جميع هذه الحروب. هذا الأمر أنا أعتقد بأنه هو السبب الرئيسي الذي أدخل هذا الجيش في دائرة الاستهداف العسكري والسياسي للقوى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والصهيونية والإيرانية. فلذلك سارعوا إلى مسألة حل الجيش بعد عام 2003. هناك طبعا أسباب كثيرة جدا تدعوني إلى أن أتكلم بأن هناك أطراف داخلية في العراق، وهناك أطراف خارجية هي من سعت إلى تدمير الجيش العراقي السابق، وهي من سعت إلى عدم تشكيل جيش بعد عام 2003 على أن يكون الجيش الجديد هو جيش ضعيف غير قادر على الدفاع عن حقوق العراق وعن أراضيه وعن سمائه. لذلك نرى بأن العراق الآن هو محط للتدخلات الخارجية، هناك تدخلات أمريكية، هناك تدخلات إيرانية، هناك تواجد لمنظمات إرهابية تسيطر على مناطق كاملة في العراق مثل مدينة سنجار، هناك ميليشيات تعمل خارج إطار الدولة، وبالتالي نحن نتكلم عن إشكالية حقيقية في مسألة الأمن بسبب أن هذا الجيش لم يتم بناؤه على أسس صحيحة بعد عام 2003. فلذلك نرى بأن هناك تدني في المستوى الأمني في المستوى العسكري، ونرى بأن الخروقات تتكرر من قبل إيران باتجاه كردستان، ومن قبل تركيا باتجاه أيضا كردستان بسبب تهديد منظمات إرهابية للأمن القومي التركي. يضاف إلى ذلك بأن هذه المنظمات أصبحت تعمل خارج إطار الدولة بالتوافق مع الحشد الشعبي التابع لإيران، وهذا يعطينا دلالة واضحة على أنه استهداف الجيش العراقي كان ضمن مخطط تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بالاتفاق مع إيران ومع الدوائر الصهيونية في المنطقة. نعم أستاذ حاتم الفلاحي، يبقى معي لو سمحت. دكتور عبد السلام ياسين، أطراف داخلية وخارجية سعت إلى إضعاف الجيش العراقي. الولايات المتحدة عندما احتلت العراق أصدرت قرار حل هذا الجيش. يا ترى ما هي الأهداف، أهداف المشروع الأمريكي من خلال حل الجيش العراقي واستبداله بميليشيات أو خليط غير متجانس من الميليشيات والعناصر التي توصف بأنها ولاؤها ليس للعراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخ سمير ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله دكتور. بداية أحب أن أوجه التهنئة والتبريكات لجميع منتسبي جيشنا الوطني العراقي الباسل بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة على تأسيسه. ذلك الجيش الذي سطر أروع الملاحم والبطولات على مدار عمره منذ عام 1921 ولحد عام 2003. أما هذا اللي نراه اليوم واللي تم تسميته بالجيش هو ليس كذلك. نعم. نعم دكتور. فقدنا الاتصال بالدكتور عبد السلام ياسين، سوف يتم إعادة الاتصال بك مرة أخرى دكتور. أستاذ حاتم الفلاحي، بالعودة إليك مرة أخرى، يعني استمرار تداعيات حل الجيش العراقي حتى يومنا هذا بقرار من الاحتلال الأمريكي، يعني بالنظر إلى حال العراق الآن بعد مضي أكثر من 20 عاما على الاحتلال، احتلال العراق عام 2003، مشاهد ومعالم التغيير الديموغرافي ظاهرة في العراق، هناك استهداف لمكونات داخل العراق، التعامل بالطائفية وبالنفس المحاصصاتي إن صح التعبير هو الشيء الأبرز في عراق ما بعد الاحتلال. إلى أي مدى كان الجيش الذي أسس أو الذي تم تأسيسه وتشكيله من عدة ميليشيات ولائية ولاؤها ليس للعراق، إلى أي مدى كانت أداة للتحضير وتهيئة العراق الحالي الذي يعاني من التغيير الديموغرافي ويعاني من السجون والمعتقلات ويعاني من مظاهر الفساد؟ نعم، في هذا الموضوع دعني أعود إلى الاختلال الكبير في العملية السياسية أو هشاشة العملية السياسية التي قامت بعد عام 2003. هذه العملية السياسية والانقسام السياسي والطائفي وبناء الدولة على قضية المحاصصة الطائفية، هذه القضية أضرت بشكل كبير جدا بدوائر الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية التي دخلت ضمن هذا الإطار اللي هو إطار المحاصصة الطائفية في بناء مؤسسات الدولة بعد عام 2003. هذا الأمر جعل من الجيش يتحول من مؤسسة حقيقة عقائدية، من مؤسسة حرفية،
من مؤسسة عسكرية مختلفة إلى مؤسسة تعمل ضمن إطار طائفي وتعمل ضمن مرجعيات سياسية ومرجعيات دينية، بحيث أصبح ولاء هذه المؤسسة ولاء مزدوج. تجد بأن المؤسسة العسكرية عندما يخرج رئيس أركان الجيش السابق قبل أيام ويتكلم بأنه الجيش تم تأسيسه على أساس مناطقي وعلى أساس طائفي، إليك أن ترى كيف قامت هذه المؤسسة العسكرية، علما بأن بناء هذه المؤسسة العسكرية قامت على القرار 91 الذي دمج ميليشيات التي تنتمي إلى الأحزاب السياسية المعارضة التي كانت سابقا بين قوسين في إيران، دمجها ضمن النواة الأساسية لتشكيل المؤسسات الأمنية سواء كانت في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية. هذا الأمر جعل من هذه المؤسسات تتحول إلى مؤسسة طائفية كبيرة تدار من قبل مرجعيات دينية ومرجعيات سياسية. والدليل في هذا عندما نأتي إلى الكثير من الحوادث في العراق بعد عام 2003، نجد بأن هذا الجيش لم يستطع الصمود أمام بضع مئات من تنظيم الدولة في مدينة الموصل، وهذا دليل واضح على أنه الأموال التي صرفت على التسليح وعلى التجهيز وعلى تنظيم هذا الجيش لم تكن حقيقية، وإنما كانت لغرض عمليات السرقة والفساد المالي والإداري. والدليل على هذا بأنه وصلت الأموال من 89 مليار إلى 147 مليار حسب الإحصائيات الأخيرة بأنها صرفت على المؤسسة العسكرية، ولكن عندما تأتي إلى الجيش لا تجد هناك قوة جوية قادرة على حماية سماء العراق، ولا تجد قوة بحرية قادرة على حماية المياه العراقية، ونجد بأنه أماليات الجريمة والتهريب للنفط وغيرها من الأمور تنتشر بشكل كبير جداً، وتجد بأن هذه المؤسسة العسكرية لم تستطع الدفاع عن نفسها في كثير من محافظات العراق عام 2014، فضلا عن عدم قدرتها على الدفاع عن المدن التي كانت تتواجد فيها. إذا هناك اختلال، وهناك يعني نستطيع أن نقول هناك إشكال حقيقي في بناء هذه القوات بعد عام 2003. طبعا ناهيك عن أن هذه المؤسسة العسكرية خضعت لمؤسسات تدريبية متعددة، عندما نتكلم عن المؤسسة الأمريكية، الكندية، الأسترالية، الأردنية، حتى الإيرانية، جميع هذه المؤسسات الألمانية شاركت في تدريب الجيش العراقي. وبالتالي عندما تأتي لترى بأن هذا الجيش على أي عقيدة عسكرية، على أي مؤسسة تدريبية، لا تعرف. فلذلك الإشكال كبير جدا، يعني حتى في مسألة بناء القوة الجوية أو بناء منظومات الدفاع الجوي، العراق لا توجد فيه الآن إلا رادارات بسيطة جدا لا تغطي سماء العراق، وبالتالي درى بأن الاختراقات لا أحد يعرف من أين تأتي هذه الطائرات للدخول إلى العراق وتنفذ عمليات وتخرج من العراق. نحن أمام إشكال حقيقي في بناء القوات الأمنية، عندما القوات الأمنية لا تستطيع السيطرة على الأراضي ولا تستطيع أن تفرض سيطرتها الأمنية، ولا تستطيع الحكومة السيطرة على أراضيها سياسيا وأمنيا وجغرافيا، إذن هناك إشكال في بناء هذه المؤسسة العسكرية، والإشكال كبير جدا. نعم، أبقى معي أستاذ حاتم الفلاحي. دكتور عبد السلام ياسين، مرحبا بك مرة أخرى. لماذا جعل الجيش مؤسسة ينخرها الفساد، وجعلت هذه المؤسسة ضعيفة جدا والميليشيات أقوى منها بكثير نفوذا وسلاحا وأموالا ودعما، حتى أن المناورات العسكرية التي تجريها الميليشيات في العراق مع الحرس الثوري الإيراني بمناسبة تأسيس الجيش العراقي من المفترض أن يقوم بها الجيش؟ لماذا أريد إضعاف الجيش إلى هذا الحد والإعلاء من الميليشيات الطائفية الموالية لإيران؟ طبعا سمير، بداية أريد أن أصحح لجنابك الكريم وللأخوة المشاهدين بأن مصطلح مناورة لا يمكن إطلاقها على اللي جرى بين الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي. لأن المناورة هي تمرين عسكري يجري بين جيشين أو أكثر لدول متحالفة وذات عقيدة عسكرية، وتحتوي المناورة على أهداف محددة ودروس مستنبطة. هذا كله ما شفناه في اللي جرى. اللي حصل عبارة عن استعراض عسكري لقوات من الطرفين فيه رسائل متعددة لأكثر من طرف. فهي الرسالة الأولى طبعا للداخل الإيراني التي تقول أنهم موجودين بالأراضي اللي قتل بها الآلاف من الإيرانيين، وخاصة في عملية تحرير الفاو واللي سماها العراقيون مدينة الفداء وبوابة النصر العظيم. الرسالة الثانية موجهة إلى العراقيين
انه في احتفالاتكم بما يسمى بعيد الجيش العراقي اننا موجودين ونتنقل بكل حريه تحت ظل هذه الميليشيات اللي قمنا بتدريبها في ايران ونسايه بالجيش العراقي اللي قام بطردنا من هاي المنطقه. والرساله الثالثه هي موجهه للامريكان ومفادها اننا وفصائل عراقيه يمكننا التحرك والتعاون وقادرين على ضرب اهداف متعدده، وهي تعتبر من وسائل الضغط حينما تحصل مفاوضات بين امريكا وايران. الرساله الرابعه هي موجهه الى دول الخليج اننا يمكن التحرك وحمايه سواحل العراق وايران وممارسه حمايه بعض الاهداف في ضبط العرب والموانئ العراقيه وخاصه ميناء فور عبد الله اللي مثل ما تعرف المتنازع عليه بين العراق والكويت. ومن الجدير بالذكر انه هذا الاستعراض هو لجلب المزيد ايضا من الانتباه لانه يتزامن مع هجمات تنفذها فصائل مواليه لايران وابرزها جماعه السوسي في مياه البحر الاحمر ضد سفن امريكيه وبريطانيه. وعليه فان تقويه الميليشيات او ما يسمى بالحشد الشعبي واضعاف الجيش العراقي هو للاستحواذ على الاموال والاستحواذ على حمايه المصالح والسيطره على مقدرات البلاد وخيراتها بعيد عن وجود حارس امين للوطن مثل الجيش العراقي. لذا من المعيب جدا ان يدعي من ساهم بحل الجيش العراقي وتعريض البلد لهاي الفوضى ان يحتفل ويبارك بيوم تاسيسه. نعم. ابقى معي دكتور لو سمحت. استاذ حاتم الفلاحي، هل يحق لمن حل الجيش العراقي الاحتفال بتأسيسه؟ ألم يقاتلوا الجيش العراقي أو قادة الميليشيات ميليشيات الحشد، ألم يقاتلوا الجيش العراقي في الحرب الإيرانية العراقية؟ كيف للمواطن العراقي أن يقتنع بأن هؤلاء هم حماة وطن على سبيل مقولة الجيش سور للوطن؟ هل هم فعلا يعني يدافعون عن الوطن ومقتنعون ومؤمنون بأن العراق وليس إيران هو وطنهم؟ نعم، دعني أقول في هذه القضية بأن هناك تيارات يعني متعددة في الدولة الآن. يعني عندما نتكلم عن سياسات المالكي لفترتين رئاسية لرئاسة الوزراء، نحن نتكلم عن بناء مؤسسات دولة موازية لمؤسسات الدولة العراقية، وهذا القضية ظهرت جلية بعد عام 2014. لذلك نرى بأنه هناك الكثير من التفاصيل لم تكن واضحة بهذا الوضوح الذي هي عليه الآن. يعني عندما نتكلم الآن عن سياسة الدولة الخارجية، من يحدد سياسة الدولة الخارجية؟ هل تحددها فصائل الحشد الشعبي مثلا الولائية التابعة لإيران، أم تحددها الدولة والحكومة العراقية؟ يعني بما فيها الآن عندما قاموا بضرب قواعد أمريكية، طبعا أنا ضد التواجد الأمريكي في العراق يعني بشكل كامل، ولكن عندما يكون هناك اتفاقات مع هذه الدولة يجب أن يكون خروج القوات الأمريكية عن طريق الأطر الدستورية، ولا يتم الخروج خارج مؤسسات الدولة والقيام بضرب هذه المؤسسات وهناك دولة وهناك مؤسسة عسكرية ومؤسسة أمنية. إذن نحن نتكلم عن مؤسسات تعمل خارج إطار الدولة، هناك سلاح منفلت، هناك قرار جي سي او سي للمواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية بيد إيران، وإيران لديها في كثير من الدول بما فيها العراق لديها أدوات، هذه الأدوات لا تتبع الحكومة العراقية وإنما تتبع إيران في المواجهة، وبالتالي عندما تصدر الأوامر من إيران لهذه الجهات بالتصعيد سواء كان في العراق أو في اليمن أو في سوريا أو في لبنان، تمتثل هذه الأدوات للأوامر الإيرانية. ورأينا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني عندما تم مقتل سليماني كيف أظهر هذه الأعلام وقال بأن هذه الجهات هي تتبع إلى إيران. لذلك نرى بأنه مسألة الاحتفال من عدمه، هذه الأدوات ترى بأنها لا تتبع إلى العراق وإنما تتبع إلى إيران وهي تنفذ الأوامر الإيرانية. لذلك نرى بأن هذه القضية يعني لا نستطيع أن نتكلم الآن في العراق ونقول بأن هناك جهة أمنية واحدة في العراق هي التي تفرض الأمن والنظام والقانون وسلطة الدولة وهيبة الدولة. هناك نقطة يعني نود التوضيح فقط أستاذ حاتم، يعني عن طبيعة العلاقة ما بين واشنطن والميليشيات داخل العراق. عندما يعني نستذكر الاحتلال قامت واشنطن بتشكيل هذه الميليشيات واستخدامها كبديل للجيش العراقي بعد حله،
إذن هي من قامت بتأسيسها، قامت بتوفير الغطاء الجوي لها في يعني المعارك على داعش سنة 2014 حتى 2017، قامت بتهيئة الشرعية والظروف الملائمة لنماء وتغلغل وزيادة نفوذ الميليشيات ليس فقط في العراق حتى خارج العراق، بينما تقوم بضرب عناصر الميليشيات مثل ما حصل قبل أيام للنجباء ومثل ما حصل بمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. يعني نريد أن نفهم طبيعة العلاقة هذه، هل هي تخادمية إلى حد ما وما حدودها في العراق؟ نعم، بداية دعني أقول بأن هذه الميليشيات عندما تم تأسيسها في البداية وتم دمجها في المؤسسة الأمنية، لأن كانت هناك مقاومة انطلقت بعد عام 2003 على القوات الأمريكية المتواجدة، والقوات الأمريكية كانت بحاجة إلى جهات تقف معها في هذه المواجهة، وبالتالي في تلك الفترة كانت تسمى القوات الأمريكية من قبل هذه الميليشيات ومن قبل القادة السياسيين الذين يتصدرون المشهد الآن بأن هذه القوات هي قوات صديقة للقوات الأمريكية، وكانت هناك علاقة قوية تربطهم في هذا المجال، واستمرت هذه العلاقة طوال هذه الفترة. ولكن في الأصل لهذه الميليشيات، لأن هذه شكلتها إيران، دربتها إيران، سلحتها ومولتها وهيئتها للدخول إلى العراق، وبالتالي ما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة كسب ود هذه الميليشيات فإنها لم تفلح في ذلك. والدليل على هذا أنها في عام 2014، يعني قبل أكثر من سنة، ناقش الكونغرس الأمريكي مسألة إيقاف المساعدات المالية والأسلحة إلى ميليشيات الحشد الشعبي التي تشكلت بعد عام 2014، علما بأن هذه الميليشيات دمجت في بداية الاحتلال وكان المفروض أن ننتهي من ملف الميليشيات وإلى الأبد. ولكن مع هذا الولايات المتحدة الأمريكية تعاملت معهم وقدمت لهم السلاح وقدمت لهم المال، ولحد هذه اللحظة لم يتم إيقاف الأموال التي تدفع من قبل الكونغرس الأمريكي لهذه الميليشيات. ولكن هذه الميليشيات في الأصل هي تتبع بالقرار الجيوسياسي بالمواجهة إلى إيران، لا تتبع الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نرى بأنه عندما تصدر الأوامر بالتصعيد عليهم أو ضرب السفارة أو ضرب القواعد الأمريكية تقوم بالتنفيذ ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هي طبيعة العلاقة بينهم، بأنه هي علاقة تخادم لفترة من الفترات. ولكن يبدو بأن هذه الميليشيات قد اختارت الوقوف مع إيران على التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هي الآن تطالب بخروج هذه القوات، خصوصا بعد مقتل سليماني ازدادت الأمور سوءا. يضاف إلى ذلك العقوبات التي فرضت على إيران في الملف النووي الإيراني أيضا جعلت هذه الميليشيات تبتعد عن الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نرى بأن طبيعة العلاقة ضمن هذا الإطار الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن خرجت الآن هذه الميليشيات من عباءة الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت تتعامل مع إيران بشكل واضح بأنها تطالب الآن بخروج القوات الأمريكية التي هي من جاءت بهم وأجلستهم على سدة الحكم في العراق. نعم أستاذ حاتم، سوف أعود إليك. دكتور عبد السلام ياسين، مرة أخرى يعني مشاركة الجيش العراقي في المعارك في فلسطين ضد الكيان الصهيوني كانت مشاركة فعلية، مشاركة بالمعدات وبالجنود وبكل ما يملك الجيش العراقي من قوة، ولكن هناك من يسمون بالقوى الممانعة أو المقاومة لم تطلق منهم أي رصاصة تجاه الكيان الصهيوني. كيف نفهم ما جرى من استهداف للطائرة المسيرة الأمريكية لعناصر من ميليشيا النجباء ونسقطها إسقاطات على موضوع الجيش العراقي السابق عندما كان يقاتل فعليا على الأرض دعما للقضية، قضايا الأمة وقضية فلسطين على الأخص، وبين الإعلام وما تطلقه الميليشيات وما تطلقه الجماعات التي تسمي نفسها جماعات المقاومة؟ بداية نكون على قاعدة واحدة، أنه الجيش العراقي السابق الوطني كان يقاتل في فلسطين وفي الأردن وفي سوريا بكامل عتاده وقوته وأسلحته ومعداته، لأنه يمتلك عقيدة عسكرية واضحة. أما الآن فهذا ما يسمى بمحور المقاومة، لم نرى منهم مقاومة فعلية وجدية اتجاه العدو الصهيوني إلا بالكلام فقط والشعارات.
فإيران تدفع هؤلاء الأذرع مالتها الموجودة في اليمن وفي العراق وفي سوريا لأعمال استفزازية ضد إسرائيل في حين هي تقف متفرجة. هذا اللي يدفعنا أنه نشب عداء بين هذه الفصائل وخاصة العراقية وبين الولايات المتحدة التي هي كانت سبب في جلبهم وإدخالهم واستلامهم السلطة في العراق. وعليه فإن ما يحدث باختلاف بالمصالح واختلاف بالتوجهات جعل الولايات المتحدة الأمريكية تضرب هذا الفصيل أو ذاك لغرض جر الإذن ولغرض إشعارهم بأنه نحن أقوياء ونحن قادرون على أن نوقفكم فلا تأتمروا بأمر إيران. ولكن الواقع وهذا تحليلي الشخصي أنه هناك ضيوف تعاون وتخادم بين إيران والولايات المتحدة والفصائل العراقية ما هي إلا كبش فداء لهذا التعاون والتخادم اللي يحصل بين الطرفين. نعم. ابقى معي دكتور لو سمحت. أستاذ حاتم، لو كان الجيش العراقي السابق موجودا الآن من وجهة نظرك هل سيكون هناك هذه التغييرات في المنطقة التي حصلت، عمليات القتل في المنطقة، في يعني في سوريا، في اليمن، في لبنان، في فلسطين، هل ممكن أن يحدث هذا لو كان الجيش العراقي موجودا؟ نعم، لا شك بأنه لو كان الجيش العراقي لما حدثت كثير من التفاصيل وكثير من الأمور في المنطقة، لأن أنا قلت بأنه العراق يشكل حجر الأساس في القدرة الصلبة للقوات العربية في مواجهة العدو الصهيوني أولا، ثم الأمر الآخر بأنه كان ركن من أركان الأمن القومي العربي في المنطقة، وبالتالي كان يلعب دور كبير جدا. الآن هذا الجيش تحول من المهام الخارجية الآن إلى مهام الأمن الداخلي، تم إقحام هذه المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية الداخلية كما جرى في زمن الكاظمي في المظاهرات التي خرجت في المحافظات السنية بدءا من مجزرة الحويجة وصولا إلى الفلوجة والرمادي والموصل وغيرها من المناطق. يكون الجيش مدافعا عن حدود الوطن أصبح يقاتل لإدامة عجلة الفساد والمنظومة المبنية على المحاصصة في العراق. نعم لا شك، يعني نتكلم من رئيس الوزراء ويقول بأن هناك أكثر من 50,000 فضائي عندما تم تطبيق 3% في الجيش العراقي. إليك أن تتخيل ما هو الفساد المالي والإداري في هذه المؤسسة العريقة التي كان له دور كبير جدا في جميع الحروب التي جرت في الفترة السابقة، يعني بما فيها الوقوف أمام إيران التي كانت في تلك الفترة، يعني عندما نضعها في موازين القوى ما بين الطرفين، إيران تتفوق على العراق بثلاثة مرات، من ناحية القدرة البشرية، من ناحية القوى العسكرية، من ناحية القوى الاقتصادية. ولكن مع هذا استطاع العراق بحرب 8 سنوات أن يوقف هذه الريح الصفراء القادمة من الشرق من إيران، ويمنع تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة طوال الفترة التي كان فيها الجيش العراقي حاضراً إلى عام 2003. ولكن يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أدركت بأن العراق لن يستطيع أن يغير شيء فيه إلا أن يستخدموا القوى العسكرية المباشرة. لذلك كانت الحرب عام 2003 باتجاه العراق، وأول قرار صدر من قبل الحاكم الأمريكي في تلك الفترة هو حل الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية لكي يكون العراق الباب التي تندفع منه إيران إلى دول المنطقة. ثم بعد ذلك توالت سقوط دول المنطقة بالنسبة لسوريا، بالنسبة للبنان، وبالنسبة لليمن، والآن هناك كثير من الدول أيضا مهيئة في الدول العربية للسيطرة من قبل إيران. يعني بما فيها الآن عندما نتكلم بأنه هذه الرسائل التي ترسل في المناورات التي تجري ما بين القوى البحرية التي شكلها الحشد في عام 2019، طبعا هذه القوة البحرية احنا يعني الجيش ليست لديه قوة بحرية تابعة له، بحيث توجد زوارق نهرية بسيطة لا تستطيع ان تقوم بأبسط الامكانيات والقدرات لحماية السواحل العراقية، ولكن مع هذا الحشد يشكل قوة بحرية خاصة به. يعني لا اعرف، انا عندما نتكلم عن التسليح والتجهيز نرى بأن الأسلحة في العراق تتدفق عليه من دول متعددة. يعني الآن اذا اوقفت امريكا
تصدير الاعتداء الى الطائره F-16 عندنا سربيا من عندها يعني، والدبابه ابرامز تتحول هذه الى كتل حقيقيه لا قيمه لها على مستوى التسليح. يعني هناك اشكال حقيقي في بناء المؤسسه العسكريه بعد عام 2003. يعني هذه المؤسسه التي ذهبت الى سوريا للدفاع عن سوريا في عام 73 على صرف الدبابات لتدخل في معركه من الحركه مباشره وتصطدم بالجيش الصهيوني وتغير ناصيته من اتجاه دمشق الى اتجاه القوات العراقيه، وتتحول القوات المهاجمه الى قوات مدافعه ثم تتقهقر وتنسحب الى الخلف. هذا الجيش الان يعاني من مشاكل في الامن الداخلي، غير قادر على ضبط الحدود مع جيرانه، وهناك تدخلات كبيره جدا بسبب انفلات الامني الذي يجري في مناطق متعدده وتمركز الكثير من المنظمات الارهابيه التي وضعت على قوام الارهاب في مناطق عراقيه وتسيطر على مدن عراقيه والجيش غير قادر على اخراجها. لا، اليك امر اخر، يعني هناك مناطق في العراق سيطرت على مناطق محدده مثل جرف الصخر، مثل العوجه، مثل يثرب، مناطق كثيره في العراق وترفض الخروج منها. اين الدوله؟ اين المؤسسه الامنيه؟ اين المؤسسه القضائيه؟ نحن امام اشكال حقيقي في اداره الدوله على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري والامني، وعلى المستوى القضائي ايضا. يعني السلطه التشريعيه يعني هناك اشكال حقيقي فيها، السلطه التنفيذيه هناك اشكال بانه رئيس الوزراء ليست لديه اوامر على بعض القطاعات التي تأتمر بامره ايران، السلطه القضائيه غير قادره على محاسبه هذه الجهات التي تعمل خارج اطار الدوله. نعم، ابقى معي، سوف اعود اليك استاذ حاتم. دكتور عبد السلام، من خلال نظام المحاصصه وهذا الجيش الذي لم يبنى على معايير مهنيه عسكريه، صار هناك الزاما ان تكون هناك انعكاسات سلبيه على المجتمع العراقي من خلال المحافظات التي اصبح الكثير من المواطنين يرون بان هذا الجيش هو خليط من ميليشيات ساهمت بالتقسيم وساهمت ب محاصصة هذه المحافظات وساهمت بإنشاء مكاتب اقتصادية في الموصل تحديدا وباقي المناطق، وخيام النازحين وملف النازحين وموضوع الأربعة إرهاب والمعتقلات واتهام العراقيين من الداخل ببعضهم البعض، كلهم يلقون باللائمة على هذه المنظومة التي جاءت وأسسها الاحتلال الأمريكي، ومن ثم عملت على إدامتها الحكومات من بعد 2005 وحتى اللحظة. ما انعكاسات عدم وجود معايير مهنية عسكرية صحيحة على الواقع المجتمعي واتجاه الجيش إلى استهداف العراقيين بدلا من حماية حدود الوطن مثل ما جرى في ثورة تشرين؟ أخي كان المؤسسة العسكرية أو الجيش العراقي مؤسسة جامعة لكل مواطني العراق، يعني ولو أنا ما أحب هذه التسميات أن أسميها، بشيعتهم، بعرب، بسنتهم، بأكرادهم، بتركمانيهم، بكل المسيح، بكل القوميات والطوائف، كان جامع لهذه المجموعات زين في مؤسسة واحدة، وكان المنتسبين يجون يؤدون الخدمة العسكرية بكل أريحية، ولا يوجد هناك تمييز أو تفريق بين الطوائف أو القوميات. لكن حينما تم تشكيل هذا الجيش الطائفي والإتيان بجماعات من أحزاب متنفذة ومتسلطة وأحزاب ربتهم إيران، زين، أصبح مصدر فرقة للعراقيين وليس مصدر جمع للعراقيين. ولذا نرى أن القوة الموجودة الآن هي بيد الحشد الشعبي اللي صار قوته أكثر قوة من الجيش العراقي، فلا استطاع أنه يعيد النازحين إلى مناطقهم، ولا استطاع أنه يكسب ثقة المواطنين في المحافظات وخاصة المحافظات السنية. لذا احنا نرى الان الجيش هذا الموجود واقع حال، يجب على المسؤولين بالدوله وعلى القائد العام للقوات المسلحه ان يعيد النظر بتاسيس وتهيكله هذا الجيش بحيث يصبح جيش عراقي وطني جامع لكل القوميات
ولكل الأطياف العراقية الموجودة بدون تخوف وبقرار حكيم من عنده ممكن إعادة بناء الجيش على هذا الأساس. طيب. أما يبقى الوضع في هذا الحال فهو هدر للوقت وهدر للأموال ولخيرات البلد، واللي تذهب إلى جهات وأحزاب معروفة طبعا لكل العراقيين. فلا أمن ولا أمان في ظل عدم وجود مؤسسة عسكرية عراقية جامعة لكل المواطنين. نعم، ابقى معي دكتور عبد السلام، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ حاتم، هيئة علماء المسلمين أصدرت بيانا خاصا بتأسيس أو بذكرى تأسيس الجيش العراقي، قالت تدعو أو دعت فيه إلى تغيير الواقع الذي وصفته بشاذ الذي يعيشه المجتمع العراقي بسبب وجود أو عدم وجود جيش بمعايير مهنية عسكرية، ما تسبب بأن يكون هذا الجيش أداة للاحتلال الأمريكي والمشروع الأمريكي وكذلك المشروع الإيراني في العراق. كيف يمكن التخلص من هذا الواقع؟ نعم، حقيقة هذا الجواب، يعني أنا أسأل هل العراق الآن، هل نحن دولة دينية أم نحن دولة مدنية أم ماذا؟ يعني دائما الجيوش عندما تبنى على العقيدة السياسية لهذا البلد، ولكن عندما تأتي إلى العراق الآن وترى الوضع العراقي والانقسام السياسي الموجود في داخل البلد تجد بأن هناك فوضى سياسية عارمة. هذه الفوضى انعكست بشكل كبير جدا على الوضع الأمني وعلى جميع المستويات الأخرى، سواء الصحية، التعليمية، الاقتصادية، بما فيها الفساد المستشري في كل دوائر الدولة. هناك إشكال حقيقي في بناء الدولة منذ البداية. يعني أضرب لك مثلا، عندما تكون القوات الأمنية جاهزة ويتم استهداف رئيس الوزراء السابق الكاظمي، ماذا فعل الكاظمي؟ لم يفعل شيء. عندما تم مسك خلية الدورة ولديها صواريخ تطلقها على بعض البعثات الدبلوماسية والسفارات بما فيها السفارة الأمريكية، ماذا تم اعتقال هذه الخلية وتم اطلاقها بالتهديد وبالإجبار. طيب، قرية الهواشة في ديالة، القوات الأمنية تقف تتفرج على الميليشيات التي تقوم بحرق وتهجير هذه المنطقة، وعندما يسألون قل لا نستطيع التدخل، إن نستطيع أن ننقلكم إلى أماكن أخرى. هل هذا واجب القوات الأمنية في داخل العراق؟ ولا حوادث كثيرة، عندما أتكلم عن سنجار أتكلم في سنجار بأن هناك مواجهات ما بين الجيش وبين هذه المنظمة الإرهابية التي لا تنتمي إلى العراق أصلا، يعني حتى مو من العراقيين، هي من دولة مجاورة، ومع هذا هي تسيطر على منطقة كاملة وتتدخل في إدارة هذه المنطقة. ثم نتكلم عن قوات أمنية وعن إدارة دولة. هناك إشكال حقيقي في بناء مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية التي يجب أن تكون خارج الميول والاتجاهات السياسية، يجب أن تكون غير طائفية، يجب أن تكون غير مسيسة، يجب أن تكون قادرة على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة في كل مناطق الدولة. ولكن مشكلة حقيقية في العراق بهذا الاتجاه، فلذلك نرى بأنه حتى المناصب عندما تدخلت المحاصصة الطائفية نجد بأن الكثير من الذين لا يستحقون أن يكونوا في مواقع قيادية الآن يتبوؤون مواقع كبيرة جداً، بدءا من مناصب رئيس أركان الجيش الذي تم تغييره خلال الفترة الماضية، وصولا إلى أبسط المناصب التي تتواجد، وعلما بأن هناك إشكالية في مسألة التوازن في دوائر الدولة التي أقرته جميع الحكومات السابقة ولم ينفذ من قبل أحد طوال الفترة الماضية. إذا نحن أمام إشكال حقيقي في هذه القضية. يعني عندما نتكلم في 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 الاستفتاء الذي جرى في كردستان في عام 2017، كيف تقاتلت القوات الحكومية مع القوات التي متواجدة في كردستان العراق؟ يعني نحن أمام إشكال حقيقي في بناء القوات سواء كان في كردستان أو في بقية الأجهزة الأخرى من الدولة، لأنه القائد العام لا يستطيع أن يحرك جندي واحد في كردستان العراقي. وإليك أن تتصور كيف تدار هذه المؤسسة، ناهيك عن الميليشيات التي أصبحت الآن هي جسم موازي لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، ولديها كل ما تريد، بحيث لديها تسليح في كثير من التفاصيل أقوى من تسليح المؤسسة العسكرية. هذا ما موجود في العراق الآن، فكيف لك أن تقوم بإصلاح هذا الأمر وهناك من لا يمتثل لأوامر الدولة ولا يمتثل لسلطة القانون وينفذ ما يريد بتوجيهات خارجية؟ طيب،
عندما نتحدث، شكرا أستاذ حاتم الفلاحي، عندما نتحدث دكتور عبد السلام عن القانون في العراق ومدى تطبيقه، القانون هو الذي يضع حقلا في يعني في على من يريد أن يلتحق أو يتقدم للتطوع في المؤسسة العسكرية أو ما تسمى بالمؤسسة العسكرية في العراق. هناك حقل يبين عليك أن تكتب أيها المتطوع أنت من أي طائفة. هل هذا القانون أو هذا القضاء أو هذا القانون إذا طبق يطبق على ماذا؟ يعني هل هناك من شيء جديد ضمن نظام يعتمد المحاصصة حتى في الجيش والمؤسسة العسكرية؟ أختمير، في كل جيوش العالم ومنها جيشنا الوطني السابق لا تجد هذه التسمية أو تجد هذا الحقل هو موجود في عند يعني موجود في استمارة التقديم إلى المؤسسة العسكرية. فقط في هذا الجيش أو في هذه الحكومة أو في هذه الدولة هو موجود هذا الحقل أنه أنت في من أي طائفة لكي يتم التمايز ولكي يتم التعيين حسب ما هم يريدون، وليس كما هو معمول مثل ما تفضل الأخ الضيف حاتم حول أنه التوازن بالدولة ما موجود. فحتى هذا نصفه وضربه عرض الحائط مسألة التوازن، فخلوا هذا الشرط لكي يستحوذ منتسبي هذه المؤسسة ويكون من لون واحد ومن طائفة واحدة ولكي يسيطر على مقدرات البلاد. هذا لا أكثر ولا أقل. ولا هو ماكو تطبيق قانون، يعني ماكو بالقانون موجود إعلان أو كتابة الطائفة أو المذهب. نعم، شكرا جزيلا دكتور عبد السلام ياسين السعدي. أخيرا في دقيقة واحدة أستاذ حاتم الفلاحي، لو سمحت، هل هناك أمل بأن يعود الجيش العراقي كما كان؟ لا شك بأن هذه المؤسسة يجب أن تعود إلى تاريخها، هذا التاريخ الذي سطرت فيه أروع الملاحم على الجبهة السورية وعلى الجبهة الأردنية وعلى الجبهة المصرية، وشاركت في الحرب ضد إيران، وقفت كسد منيع أمام الريح الصفراء التي جاءت من الشرق لمدة 8 سنوات. أنا أعتقد بأن هذه المؤسسة تمتلك من القدرات ومن العقول ومن الإمكانيات البشرية ما يمكنها من الوقوف مرة أخرى. يعني هم الآن حقيقة السبب الرئيسي في عدم بناء جيش قوي حتى تستمر التدخلات الخارجية في العراق، سواء من الدول المجاورة أو سواء من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنهم يعرفون بأن هذا البلد يمتلك من مقومات القوة الكثير، وإذا ما توفرت له هذه المقومات سينهض مرة أخرى وسيكون هناك جيش قوي بشكل كبير جدا، نتيجة لأن هناك إمكانيات على توفر القدرات لهذا الجيش بما فيها القدرات الاقتصادية والقدرات البشرية والقدرات العلمية، ويمكن لهذا الجيش أن يكون قوة في المنطقة يحسب لها حساب وتعود رقم صعب في المعادلة. لكن هم لا يريدون بناء هذا الجيش، فلذلك تعمل جميع الأطراف بما فيها حتى الأطراف السياسية التي تخشى من أن هذا الجيش سيقوم في يوم من الأيام من الانقلاب عليها، فلذلك هم يريدون جيش ضعيف حتى يتمكنوا من السيطرة على الأوضاع، ويريدون هناك جهاز موازي لهذا الجيش بحيث يكون هو القوة التي يتم الاعتماد عليها لحماية النظام السياسي في العراق. هذا ما يجري. شكرا سيادة العقيد دوركم حاتم الفلاح، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام، وشكرا جزيلا للدكتور عبد السلام ياسين السعدي الكاتب والباحث السياسي. نشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى اللقاء.